ماني ولايدك ماني ولايدك واعمل اعمالك لله حل عداله يا ابو حله والله ماني ولايدك واعمل اعمالك لله على عدايا يا ابو حله والله ماني ولايدك واعمل اعمالك لله على عدايا يا ابو حله على الله صلاح يا سيدي مولى الشباب ولا حرام جريدي على الله تاخذ بايدي على الله ماني ولايدك واعمل اعمالك لله على عدايا يا ابو حله شكراً جروب تخميرة وهذا عرض الفزعة يعطيكم الصحة ورجعنا لكم بعد الفاصل وأيضاً للناس اللي تلتحق بينا الليلة ضيوفي محسن مرزوق وألفة يوسف ونمشي والباباراتزي الصورة الأولى تقارير أمنية لبنانية فضل شكر ينضم لداعش شوفوا ما الذي أغرى مغني الراب التونسي إيمينو في داعش زوز فنانين اللي هما عندهم شعبية وينضموا لداعش مش الأمر يدعو للغرابة بشدة؟ مش بالضرورة لأنه الفنان زاد إنسان والله أعلم بالعقد اللي عنده والله أعلم بالمشاكل النفسية اللي عنده فهالطيارات المتطرفة هذه تنجم تلقى الصدى متاعها ساعات في ناس ما نتصوروش بالكل بالكل اللي عندهم أذان صاغية لهم وثم حتى عائلات بهتوا كيفاش أولادهم انتقلوا تماما من حالة إلى حالة أخرى طرق الإقناع نوع من أنواع التنويم نوع من أنواع الدمغجة ساعات تؤدي إلى نتائج حتى مع الفنانين يعني كل الارهابيين والبرابره في العالم والجيوش الفاشستيه كان عندها زاد الفنانين نتاعها وكان عندها المغنيين نتاعها وكان عندها شعراء نتاعها القائمه قليله لكن موجودين هتلر ما كانش عنده جماعه وحطوهم يغنيوا له ويعملوا له وانا وعملوا في المسارح رغم انه كان يقتل ويبيد في الناس يعني الناس كما هذوما سعره وداعش مش نفهموها نخسبوها مجموعه دينيه معناها فيها ناس متدينين هذه معناها مؤسسه ناس تاخذ فلوس بالرواتب وكل واحد ياخذ رشنوه ويصرخوا في الناس وياخذوا في يعني يمشي لداعش يفكر في الغنيمه يمشي غنيمه يدخل على ديار الناس يسرقوهم ياخذوا الفلوس يغتصبوا البنات بحجه انهم هم ردهم معناها جواري واسرى نتاع حرب يسرقوا الكرهب بالكرهب ثم الناس قاعده يعني يعملوا في تحويلات فلوس للباتهم معناها وديارهم معناها في بلايص اخرين بكل اسف ثم الناس يموتوا اولاد صغار توانسه يمشيوا غادي يقتلوهم قتل معناها جماعي ومن بعد يدفنوهم بالبلدوزير معناها يبدا يحفر ويهز فيهم الكلهم لا ام بكات ولا واحد عرف قبر وشاهد قبر هذا كله على خاطر واحد مدمغج تلقاه في تونس مشى عمل الخطاب وقال لهم برا يمشيوا يجاهدوا برا يمشيوا غيره نهار من نهار لازم نحاسبوهم الناس هذوما. نعم سنين كيفاش ناس كيما هكايا مثلا واحد كيما فضل شاكر اللي هو نجوميه كبيره وفنان والكل ينساق وراء تيار كيما هكايا. ومع الاسف التجارب هذه تاكد نجاعه الماكينه نتاع التطرف واللي عنده القدره على الاستقطاب لعدد مهم من الاشخاص وخاصه الشباب
لأنهم عندهم التمويل، عندهم الخطة، عندهم الاتصال، عندهم المناصرة، عندهم الدعوة. ومع الأسف برشا شباب ما فماش اليوم شكون يرافقه في حياته، خلافا لهذه الأنظمة اللي عندها نجاعة ميدانية. هذا من جهة. الجهة الأخرى أنه فما مسارات هشة، هذوما ناس اللي عندهم صعوبات في التأقلم، إحساس بالذنب. فما ناس يعتبر نفسه حتى كيغني كأنه كان يخالف في الإرادة الإلهية، بالرغم أنه الفن ينجم يكون مهم جدا في حياة الإنسان، في بناء الهوية، وحتى في أنه الروحانيات نجم تتلاحم مع الفن. المهم أنه الشخصيات العامة هذه اللي انحرفت على الأقل عن المسار اللي هو يتمثل أنه الفن مفروض الدعوة للحب، للسلم، للدفاع عن القيم النبيلة، أنا نقترح أو نرى أنه ضرورة القطع مع الإنتاج متاح. إنه مش ممكن إنه شخصية عامة لما تصبح هي مصدر للعنف، مصدر للعنصرية، مصدر للإرهاب، مصدر للأصولية، تواصل الأعمال متاعها تتسمع، وخاصة من وسائل الإعلام المناهضة لكل أشكال العنف واللي هي تنادي بحقوق الإنسان. مشوا لصورة ثانية. بأمر من القضاء لعب الكرة أبو تريكة إرهابي، يعني لعب كرة ومفروض رياضي والكل ينجم يوصل في حالة كما هكايا. هو راهو الحركة هذه حتى في عملية الاستقطاب الميداني عندها خطط استراتيجية. معناتها في بعض الأحياء الشعبية في تونس يمشيوا لسال دو سبور ويختاروا حتى شكون في البنية العضلية نتاعو خير من الآخرين، لأنه في الكاستينج حاجتهم ساعات بناس باش يكونوا عندهم البنية العضلية اللي هي تساعد أكثر على القيام بالعملية الإرهابية. كيما ينجموا ساعات يبحثوا على الأشخاص اللي عندهم مشكل في الهوية، لأنه الشخص اللي يعني يدعو للعنف هو في الغالب عنده اضطرابات نفسية، عنده مشاكل مع ذاته، عنده مشاكل مع تاريخه، عنده مشاكل مع الآخر. وهذوما الناس بقطع النظر عن انتماءاتهم هما عاشوا صعوبات في التأقلم، في الاندماج الاجتماعي، ومع الأسف الحركة هذه عندها القدرة الكبيرة على الاستقطاب. الصورة الموالية بالصور نجمات عربيات خلعنا الحجاب، شنو رأيك؟ وبطبيعة كما قلت لك حر كل واحد يلبس ولا ينحي، يلبس اللي يحب، يجم يبدل رايه. لكن قال في وقت من الأوقات، والله أعلم، لكن فما أصدقاء مصريين أكدوا لي أنه في وقت من الأوقات كان ثم أموال طائلة، خاصة في وقت بدأوا يحضروا في آخر التسعينيات بداية سنوات الألفين، أموال طائلة دفعت الفنانات لمجرد باش يتحجبوا بما أنهم معروفات باش يكونوا نموذج للنساء. المهم المبدأ اللي يحب يمد يده باش يفرض نزعان حجاب على امرأة اختارت الحجاب، اليد هذيك نوقفوها، واليد اللي تحب تفرض على واحدة ما اختارتش الحجاب اليد هذيك نوقفوها. هذا هو كيفاش الدولة لازم تتدخل وما تخليش الموضوع. في بعض البلايس بنات عمرهم 6 سنين وخمس سنين ما يعرفوا حتى شيء من الدنيا، يجيوا معناها بالسيف، معناها يلبسوهم ويعملوهم. علاش؟ خاطر معناها اختيار البو والوالد، ونبداو فرحانين بهم ويصوروا فيهم ويصوروا في الصغار اللي هم اولاد، هم لابسين كومبا وشادين سلاح وقادمون، كاتبين عليهم قادمون، ويقراوا في الدرجنيه. المفروض هذه جرائم ضد الطفوله، والمفروض الدوله تتدخل فيها. وكل ما تحل فيسبوك تلقى وداو يتبهاو معناها بالعمل اللي عملوها هذه في صغارهم. اذا كنت تحب تجرم اجرم في حق نفسك، اما الصغار خليهم. هو الخصوصية هذه التجارب انها شخصيه عامه. لو انه شخص يكون عادي حر باش يتردد، يتراجع، يتسائل، يلبس ما يلبسش، وهذه يبقى ايضا من اختيار الشخصيه وفي اطار بناء الهويه واعاده بناء. المشكل لما تكون شخصيه عامه تكون في هذا الموقف تنجم يكون عندها تاثير التذبذب، خاصه بالنسبه للمراهقات والشابين، لانه يعني ما عادش يعرف الشخص القدوه، حاجته الشباب خاصه حاجته الديزيدول، حاجته بنوع ما من النموذج القدوه. الاشخاص هذوما هما احرار في حياتهم، لكن لما يكون الشخصيه العامه يوصل ساعات ينفي اعماله. يعني المشكل انه الشخص ممكن يلبس او ينحي، اما لما يطالب انه يقول تصاوري السابقه، افلامي السابقه كان لازم تفسخوها، الحياه مش بالسهوله هذه. الشخص لازم يكون على الاقل يتحمل مسؤوليته اختياراته، يلفو اسيمي. يعني لما حتى نغير اختياري الماضي نتاع الناس لازم يبقى، لانه يعني يبقى جزء من تاريخ بلد، من ثقافه بلد. صوره اللي من بعد الام تيريزا قديسه بنظر محبيها وحاصده ارواح ومخلوق ظلامي بعيون اخرين. انا المراه هذه نحبها كما نحب لابي بيير، كما نحب ابن عربي، كما نحب شيخ الله اعلم به قاعد في تركينا يعاون في ناس ما نعرفهمش، كما نجم اي واحد فينا يعمل، ومش نجم اوتوماتيكمو، حتى اكثر واحد تتصوره شرير لازم باش يكون عنده لحظات عمل فيهم حاجه تباهي للاخر. في نهايه الامر ما نراش علاش نحبوا احنا نقولبوا الانسان في صوره نهائيه. راهي الدنيا تتحرك والحياه تتحرك، ها حتى الله تعالى كل يوم هو في شان، يزينا من محاوله التنميط. ما ثماش تنميط، الانسان عنده ابعاد متعدده وعنده لحظات حلوه برشا. فما ناس اللي
وهبوا حياتهم باش يعاونوا ناس، مش معناها انهم ولاو ملايكه، ما ولاوش ملايكه، لكن انك تقف مع الاخر ولو حتى جو الرسول يقول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه اخيك صدقه، معناها ساعات حاجات صغيره برشا تدخل الفرحه وتدخل السعاده على قلوب الاخرين. نعم. ملاحظه صغيره برك، علاش الامير تريزا اعتبروها قديسه؟ على خاطر ثم ناس لعبوا الدور الديني نتاعهم كناس دين. لا وبنظر محبيها قديسه. ايه ينصحوا؟ لا هذا بالنسبه للمسيحيين، المسيحيين يعملوا معناها عنده البابا يمكن يرد الناس يهزم المصاف القداسه. علاش؟ خاطر عملت الخير بدون مقابل سياسي. هذا مش مطلوب، مطلوب من رجل الدين انه يعمل شيء لوجه الله، مش لوجه الصندوق الانتخابي ولوجه الفلوس ولوجه المصالح الاخرى. كل خير. هذا هو دوره. النصيحه وانه هو يقبل من الناس يحكيوا له حتى الاثام نتاعهم الكبيره ويسمعهم ويحاول يفهموا وما يقولش عليهم زاده، مش في فيسبوك ضرب ضربتين وما داخلين يقولوا في الحوايج شنو، ويحاول يعاونهم الى سواء السبيل. نمشي والانترفيو هي مع ألفا يوسف. هي الاكاديميه الكاتبه والمؤلفه والباحثه. ومن هنا بدات القصه، كانت ذاتيه ثم اصبحت قصه اكاديميه باشتغالي في أطروحة الدكتورة الدولة على تعدد المعنى في القرآن. وربما هذا التراوح بين الذاتي والموضوعي هو الذي يجعل كتاباتي بصفة عامة لها صدى. هي المرأة التونسية المثقفة. دورني في حياتي ما عملتش حتى دورة تكوينية في حد شيء بخلاف قرايتي. تلقى لك الحل مع الحجة والبرهان. وقبل ما نكون تونسية أنتمي إلى هذه البشرية، والبشرية هذه خطبها الله تعالى بقوله يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، ما عطاش صك معين والا رخصه معينه للناس دون الناس في الحديث في الدين. اقرا كي تقالت المقصود بها جميع الناس وان وجهت الى الرسول صلى الله عليه وسلم. تحكي في كل شيء حتى المسكوت عنه. نساء رجالا كبارا صغارا متعلمين غير متعلمين منتمين الى اي رقعه من رقاع هذه الارض يجمعنا امر اساسي ننساه وهو اننا جميعا جنسانيون وفانون. نصم سيكسيوال. هي تعترف اللي كلامها يقلق برشا عبيد، لكنها بلغتها وكلماتها ديما تعبر على المقصود وما خليت فيش حكيت. فيما عدا ذلك نعجب ما نعجبش، ثم ناس توافق ثم ناس ما توافقش، ثم ناس يريحها كلامي ثم ناس ينرفزها، هذه مشاكل العبيد اللي تقرا فيها مش مشاكلي انا. زعما شنيا رايها في موضوع اليوم وفي علاقة الدين بالسياسة؟ خاصة اللي أكثر من مناسبة نلقاوها لها الطرح ناسبة. فما ناس يحبوا يخصخصوا الدين أيضا، فيصبح الدين حكرا على ناس دون ناس. والخصخصة متاع المؤسسات علاش تعملت هي؟ تعملت للربح، لتمكين صاحب المؤسسة من الربح. نفس الشيء خصخصة الدين تمكن بعض الناس من أن يربحوا. ألفا يوسف، الإيمان يوفر الطمأنينة، وأنت كتبت حيرة مسلمة، ألا يوجد تناقض؟ حيرة مسلمة وليس حيرة مؤمنة. الكتاب مش حكاية شخصية، الكتاب يسائل مشاكل المفسرين ويظهر التناقضات وإلا الأشياء اللي ما هيش واضحة ولا يقدم قراءات مختلفة، فهو في المجال الفكري. الاطمئنان هو في المجال القلبي، حكيت عليه في كتاب آخر هو شوق مثلا، فهما أمرين مختلفين. يقولوا أنه ألفا يوسف هي مفكرة للروحانيات، هل منطلقاتك هي النص ولا مقاصد النص؟ ما نراش تناقض، لأنه النص في وسط قراءات متعدة، هو يحمل القراءات هذيك ويسمح بها، هو حمال أوجه، وفي الآن نفسه القراءات هذه باش توصل في نهاية الأمر المقاصد النص اللي هي حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ المال إلى آخره. يعني مثلا نعطيك مثال بسيط، النص ما يمنعش الرق بطريقة مباشرة صريحة، لكن نفهموا كيف نقراه النص ونحطوه في سياقه التاريخي أنه ما كانش من الممكن وقتها إلغاء الرق، ولكن مقاصد النص العميقة، مقصد الإسلام هو المساواة، ما يجمش يكون ثم مساواة وفي الآن نفسه ثم رق، والأمثلة متعدة على هذا. فالنص ومقاصد النص ما يتضربوش، والأهم في هذا الكل أن نوصله لروح الشريعة وما يسمى بروح الشريعة، مش الشريعة بمعناها الحرفي. عشت صدام فكري حول مسألة الهوية؟ لا، هوية في علاقتها بأني تونسية لا، لكن في قراءة النص الديني عشت صدام فكري في الصغرى، والحل الوحيد لمواجهته هو كان اللي أمر بنا ربي وأن ندبر القرآن، وانطلقت الرحلة مثنية هذيك. باختصار احكي لنا. أني كان ثم تساؤلات، لأنه أي إنسان كما تو يجيك عبد يقول لك في الآن نفسه تلقى في القرآن مثلا فاقتلوهم، كيفاش فاقتلوهم وتقولوا لي تسامح وسلم، ولا مسألة الحجاب وإلا غيرها من القضايا اللي قدموهم لنا، تحس روحك تتخلخل.
فالتخلخل هذاك مش معناه راه ثم مشكل في النص، معناه راك انت ما بحثتش كيف ما يلزم، ما عملتش ثنيتك كيف ما يلزم، ما تعمقتش في النص وفي الحياه، خاطر ما فماش كان النص راك. الاسلام ماهوش القران كهو، والله مش يتجسم في القران كهو، في الحياه بكلها. حتى كي نتاملوا الحياه، كي نغزو لبعضنا، كي نشوفوا السلوك نتاعنا كل يوم، كي نشوفوا ان في الاخر كلنا فانين، وثم حاجات ننساوها راه بحكم البهرج نتاع الصوره يخلينا نضيعوا في برشا حاجات. يعني كان كل واحد قبل ما يعمل حاجه خايبه العبد يحب ويتفكر انه يجم يرقد الصباح، العبد هذاك ما يلقاش بحذاه، ربما برشا حاجات تتبدل في حياتنا. وهذا المقصد هو انه عملت ثنيه فرديه ما نحب نفرضها على حتى حد، وما نجمش اصلا نفرضها على حتى حد، لكن اخترت اني نحكي فيها مع الناس، ربما البعض منهم يلقى فيها صدى، والحمد لله يبدو ان البعض منهم يلقى فيها صدى، ايجابي ولا سلبي ما يهمش، اما يلقى صدى. كنا نحكيوا على منطلقاتك، هي النص ولا مقاصد النص. انت باحثه وبحثت وفهمت، اليوم الناس اللي هما يقراوا بطريقه سطحيه شنو ميساجك ليهم؟ نقولوا اجي نحكيوا، نحكيوا مع بعضنا. انا عرفت بثنيه، ثم ناس اخرين عرفوا من غير ما حلوا حتى كتاب، ثم ناس عرفوا بروح القلب. كنت نحكي لك على ايمان العجاز، كنت نحكي لك على المراه العزوزه اللي مشات صلاه ركعتين كي سمعت بنتها توفات، قالت هذيك اراده ربي، ما نجيش ضد اراده ربي. انا ما ندعيش اني نعرف، بالعكس انا بشر كيف الناس الكل، عندي دور قاعده نحاول نقوم بدوري. فكثنية الصغيره هذيك صغيرونه، فكعلاش معنا علاقتي بالناس علاقه طيبه ويعرفوني العباد، مرة بسيطه برشا، عندي فكره اللي سالني عليها نعطيه الفكره هذيك، ما ندعيش انها حقيقه. مع بعضنا كل واحد انت تشيشه وانا تشيشه وانا تشيشه، شوي شوي نبنيو الدنيا هذه كيف ما حبها ربي. نعم، انت صاحبه كتاب شوق اللي هو قراءه في اركان الاسلام، شنو هي الاضافه اللي تعتبر نفسك قدمتها من خلال شوق؟ حاولت ندرس حاجة أخرى بخلاف البعد الشكلي تاع الشعائر، حاولت ندرس بعدها الروحاني، هذا عملوه برشا ناس قبلي، لكن حاولت ندرسها على حسب تجربتي الشخصية، على حسب مطالعاتي الشخصية، على حسب قراءتي الشخصية. فما بعض ناس لقاو فيه راحة، الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج عندهم أبعاد روحانية، يعني الهدف متاعهم أن ممارستهم مش فقط تقعد ممارسة شكلية، وإنما ينتج عن تلك الممارسة تحول في السلوك. إذا كان منتش على الممارسة تحول في السلوك، كما قلت لكم بكري الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، كان ما ثمش نهي عن الفحشاء والمنكر، على فما مشكلة في طريقة صلاتك أنت. أما هي راه ماهيش سهلة، يعني كي نتكلم هكا أنا مانيش قادر نعطي في الدروس راني ساهي وصلت، أما هكا كل يوم نتعارك أنا وروحي. وذاك هو اللي نسميه جهاد النفس. هو شنو الجهاد؟ جهاد النفس كل يوم نتعارك، نهار نتنرفز ومن بعد نقول لا المره الجايه نعمل ما هو احسن، نهار نحسد من بعد نقول لا، نهار نعمل، يعني كيف الناس الكل راه، نهار الانا نتاعي تتضخم شويه نقول لها اركح ثم شكونك انت اصلا؟ بون غزمو عمل ينقص توا بشويه بشويه، كي تجاهد نفسك يوميا بشويه بشويه حتى الواحد باش نقول لك يوصل للاطمئنان المطلق. لا مانيش ملايكه، اما الحمد لله يحس الانسان براحه، يحس بثقه، خاطر شنو هي في الاخر؟ فما الايمان وفما الاسلام، لافوا الثقه، انه يكون عندك ثقه في ربي. كي يولي عندك ثقه في ربي، العبد الاخرين يقولوا ثقه في الحياه، ثقه في الوجود، ترتاح على خاطر تعرف انه اللي صاير الكل تجارب. حتى اللي صار لتونس هكا باش ندخل السياسه ندخل في بعض، حتى اللي صار لتونس راهو في برشا حاجات خايبين في حياتنا اليوميه، صارت لنا كيما غلاء الاسعار، كيما المشاكل هذه نتاع التطرف، لكن ثم برشا حاجات باهين. التوانسه مثلا ولو توا فاكسيني، لو ملقحين ضد الناس اللي جيت تبيع لهم في الدين، بكري وقتها الروج يحب يبيع العباد معناها ما عادش كيما قبل، يقول لك جماعه تخاف ربي وفي ساعه في ساعه ويسمعوا كلامه. دونك اللي يصير لنا الكل باهي والا خايب هو تقييمنا الخاص، اما هو في الاخر يلزم يصير من هنا، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو خير لكم وهو شر لكم. دونك كي توصل المرحله هذه يولي اللي يصير الكل محلاه، على خاطر عنده معنى في حياتك في تطوير التجربه نتاعك. لماذا تعادين الاسلام السياسي؟ هو عداء فكري راهو، خاطر على المستوى النفسي ما نجم نعادي حد، والدليل ثم ناس عندي بهم علاقه في الخدمه ولا حتى في حياتي اليوميه وينتميوا للتيار هذا، ونصبح عليهم ونحكي معاهم ونفدلك معاهم ونحكيوا على ماتش البارح. هو عداء فكري على خاطر نحس انهم يبعدوا في الناس على الروحانيات، وعلى خاطر بالعمل نتاعهم باللي صار صوره الاسلام في العالم ولات صوره سلبيه برشا. انا يوجعني قلبي كي نمشي لبرا يقولوا لي مثلا نعمل حاجه حتى في سلوك متحضر ولا كذا، انت مثلا من القلائل والاكثر المسلمين مش هكا، يوجعني قلبي، يوجعني قلبي رغم اللي انا يونيفرسال، يعني انا ما يهمنيش تكون بهائي ولا مسلم ولا مسيحي ولا، اما انا جيت في الهويه هذه في الثقافه هذه، علاش شوهنا صوره الاسلام؟ علاش عطينا هالصوره نتاع المسلم الدموي، نتاع المسلم القاتل، نتاع المسلم اللي يحكم على الاخرين، نتاع المسلم اللي يطيش في الشارع، نتاع المسلم اللي يدز في الكار، نتاع المسلم اللي ما يعرفش يد الصف، نتاع المسلم اللي ما يعرفش يحب غيره، اللي ما يوسعش باله، اللي يحقر المراه، اللي يحطها اللي يحقر المراه اللي هي ام. وانا ولدي ما يجي واحد يقول لي كلمه خايبه على المراه نقول له بالحق صحيح انا
كبير علمته لكم يدخل بعضه ويتنرفز خاطر هما ذبيق قصك البعد الانثوي اللي فيه دايو احنا اللي ميسيون اسمها هو وهي راهو في الاخر كانت تحب نلخصوها البعد الذكوري مثل الفقهي والبعد الانثوي مثل الصوفي اما راهو الذكوري والانثوي مش معناها امراه وراجل في كلنا كل واحد فينا فيه البعد الانثوي والذكوري البعد الانثوي الصوفي اللي قائم على الاريحيه على القبول على الصبر والحياه كيف يكبر عمل علاش كيكبر هو الواحد يولي حكيم صعيب يبدا حكيم اللي عمره 20 سنه راه ولا حالات نادره خاطر بالتجارب بشويه بشويه تفيق باللي بدنك يكبر باللي الناس اللي دايرين بك قاعدين يمشيو باللي العالم قاعد يتبدل باللي ثم شباب جديد طالع انت تسمع ام كلثوم هما يسمعوا كافون تولي بشويه بشويه ما تدخل في صراعات مع الدنيا تولي كل الحركه نتاع الدنيا اللي يعبروا عليها المتصوفه بصوره البحر والموجه الدنيا هي البحر واحنا مجرد موجات تمشي موجه وتجي موجه كما تقول ام كلثوم والموجه تجري ورا الموجه عايزه تطولها هكاك كل واحد فينا موجه موجه تمشي تتكسر مع الصخر وتجي موجه اخرى كي تعرف اللي انت في الاخر دو باساج ما احنا الناس قبلك يقولوا احنا ضيوف تولي ينقص برشا شرج برشا قلق برشا رغبه في تغيير الاخر بالسيف وتردوا كيف وتقنعوا اموره حب يقعد هكاك اموره تو كان ربي كاتب له باش يتبدل تو يتبدل تو سامبلومون شنو الفرق ما بين الدين والتدين؟ الدين هو الثنية مثنية التدين زادة هو تعبيرة من تعبيرات الدين التدين كيكون إظهار لشعائر معينة لأنك مقتنع بها وأنت حر كيولي إظهار لشعائر ولا أنواع من السلوك معينة باش تخدم بها مؤسف جدا هل يعمل في بعض الناس هو عكس هذا تماما تعمل في أشياء من أجل صندوق انتخابي وإلا من أجل الحصول على تعويض وإلا من أجل الحصول على أن يقول يا محلاها الشخص هذا هذا تماما مقابل لانك تعمل لوجه الله، تعمل لوجه الله هذاك اللي يلزم يتعمل في اللحظه. انت رحبت بانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحده لانك اعتقدت انه سيقضي على الاسلاميين. هاو يقصف في الجيش السوري؟ هو راهو تغير موقفك منه؟ لا لا مش انا وقت اللي قلت على دونالد ترامب كان خيار بين كلينتون وبين ترامب ما كانش فما عمر بن عبد العزيز باش نختارهم دونك بالنسبه ليا كلينتون اللي كانت في قراءتي الخاصه نجموا يخالفوني فيها برشا ممكن نتصور حتى محسن يخالفني فيها هو من الناس اللي كانوا وراء فكره الاسلام المعتدل وحكم الاسلاميين في المنطقه هذه فانا رحبت برحيلها هي اكثر من ترحيبي بمجيء ترامب لكن في نهايه الامر اللي عمله ترامب هو شيء متوقع على خاطر في نهايه الامر اللي يحكم في امريكا ماهوش الفرد مش الرئيس اللي يحكم سي ليتابليسمون دو ليتا اللي يحكم هو المؤسسات بما انه ثم ديمقراطيه احنا في ديمقراطيه دونك المؤسسات تحكم باش يكون موقفهم متجانس ومتناغم وحتى كان خرج ترامب شويه غرد وحده خارج السرب من بعد يلزمه يرجع ويشد الثنيه وراء الدوله اللي هي اقوى منه. نعم نحن على ابواب شهر رمضان كيفاش تعيش الفا يوسف شهر رمضان؟ شهر رمضان نحبه برشا انا من احسن الشهور اللي عندي على خاطر فما فيه روح خاصه بغض الطرف على الروح الدينيه والروحانيه هذيك ما نحبش نحكي فيها بيني وبين ربي، ثم الروح الاجتماعيه الحلوه، ثم التقاليد كان تحكي عليهم بكري مها، ثم عادات تحلوة ثم تغيير نتاع التوقيت نتاع طريقه العمل نتاع نحبها مليانه صغيره، والتوا نبدا فرحانه كيف يجي رمضان كي الوليد الصغير يبدا فرحان باي بالتغيير هذا اللي باش يصير. شكرا لك الفايز. نمشيو زابينغ ونكملوا هو وهي. التدين كل واحد كفايره البلاصه مش عجبتني ماهيش متاعنا عراية وقراية وقلة حياة فساد وتسيب وخلط مشبوه لزمنا إمام جديد تفضل سي طيب صلي بهم أنت الأيامات هذيك سيد معتمد ما نعرفش نصلي راه ما هياش فلسفة رمضان وكلمة محافظ كل واحد كيف يعبر عليها وما نحبش يصلي نحاول يسير ويغني ويجيني ويقابلني ويقول لي هالي 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 أصل الحشمة لها ناسها حب راه ورايح رايح 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 صاحي راه ورايح رايح 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 مانيش ديلاش في البر خضرا شايع صبور ما تخلاش من الوايع وكل واحد كيف يعرف به ماني عجوز ماكي ها أمي أساسها وقواعدها لازم تعرف ساسها من راسها يا خيتي
الشيخ كهفين قالك المرأة اللي تخرج وحدها في الليل طلعنها الملايكة. ايه والشيخ نعسان قالك المرأة اللي تسكن في دار وحدها ها وتسمع الموسيقى اللطف اللهم عافينا. قالك الشيطان الشيطان يسكن في الكوجينة متاعها. الفتوى ما ليها مكان ما بين ناسها، مهما نعملوا ما نوصلوش لربع الشيطان. ريت كي نضربوه في رواحنا جمليه ما نوصلوش للربع متاعه. ابليس اكبر عالم غير بعلاش تحت بيه خدم مخه. اخواني في الله ان شاء الله نوصلوا كيما ابليس من غير ما نخدموا مخاخنا. خلي عاد كي هل هليل ونشموا ريحه لمه العيال. انت بتعمل ايه؟ بفحص. انت كده هتتعب في الصياعه. اعمل ايه يا صبري؟ اول يوم ده اصلا بيبقى حر وجوع وعطش ونرفزه. نرفزه ايوه نرفزه. ايه ده؟ ما كانش رز. فما اللي يبقى له العقل وفما اللي يبقى له الهبي. هاو البن كله ماء ابرد والله. هو سيدي رمضان وصايم وتحبني انا نغش توا عباد رب. هذيا البن مغشوش، هذا مغشوش قدامي، هذا البن مغشوش قدامي. كلمة الختام ماهيش تور. كلمة الختام ما نجم نقول كان رمضانكم مبروك للناس الكل. وليد. إن شاء الله رمضان مبروك للناس الكل، وإن شاء الله تونس ديما تبقى معناها يعيشوا فيها الناس الكل، وتبقى ديما محافظة كما حكى سي محسن اليوم على الاختلافات الموجودة الكل، وكلنا توانسة، وإن شاء الله ربي يسترنا، وإن شاء الله كل عام وأنتم حيين بخير. الدين مهم جدا في حياة الإنسان لأنه يساعد الناس باش يعطيهم معنى للحياة، وفي الدين ما نجموش نكونوا ديما عقلانيين، وفماش غلط وصحيح في الدين، بقدر ما أنه ينجم يخلي الإنسان يكتشف روحه، يكتشف الآخرين، وخاصة أنه الدين الأديان الكل وربما الإسلام بشكل خاص أنه يكون سبب باش يلم الناس باش يفرق. ميرسي بوكو مريم على التجربة هذه، على البرنامج الجديد، على الفورمان الجديد في التوك شو سوسيال، ونتمنى لك برشا تألق في البرامج الجديدة وفي برشا بلايص. شارك في رمضان. يعيشك. نشوفك في رمضان. يعيشك إن شاء الله. يعطيكم الصحة في هاللقاء هذايا، ونعاود نذكر العباد باش يتأملوا في حاجة بسيطة. شوف الدنيا قداش فيها ألوان، شوف قداش أشكالنا الكل مختلفين، شوف قداش الدنيا تتحرك، وتصور احنا بعد 50 سنة أخرين ولا 100 سنة أخرين ما نفش يكون منا موجود حتى حد، ويمكن تقعد الحسة هذه يشوفها واحد هكا بالصدفة وتحرك في حاجة. محلها الباتشورك، محلها الدنيا كده منوعة ومختلفة، ونقبلوا بعضنا الكل مهما كنا. ورمضان مبروك للناس الكل، للتوانسة الكل، المسلمين اللي هما الأغلبية، والبهائيين والمسيحيين واليهود واللادينيين واللي يتسائلوا مازالوا، رمضان مبروك لكم الكل. سمحت. أنا يظهر لي عنوان متاع البرنامج المرة هذه مشى بالضبط مع المحور متاعه، على خاطر هو في الكلام الصوفي إشارة لله سبحانه وتعالى، وكي تزيد هي تولي كلمة هوية، فيظهر لي المرة هذه العنوان مشى بالضبط مع المحتوى. المرة هذه أنت شكبت. ما أنت الأخر. ما أنا خاطر الأخر. وثماش محسن من الموضوع اللي كنا نحكيوا فيه في قضايا الايمان والهويه واحنا تواسنا وجونا وريقنا ومعناها والجو التونسي، قد من سيد رمضان خاطر يجي شهر فيه الحوايج هذه الكل، فيها الايمان وفيها عايشين مع بعضنا وفيها الجو نتاعنا وفيه الفن وفيه في نفس الوقت معناها الصوم وفيه زاد الماكله وفيه كل شيء مع بعض، معناها هو شهر نتاع ايمان لكن زاد الشهر فيه الجو التونسي. رمضان الناس كل ان شاء الله مبروك، وان شاء الله كل رمضان يجي وتونس احسن، واحنا ان شاء الله الكل مش نخدموا باش تكون تونس ديما ان شاء الله احسن. انا نحب نقول لكم ان شاء الله يا ربي يدخل علينا بالستر وبالقناعه وبالخير وبالرضا وبالحفظ لتونس ولاهلها الكل ولزوارها. شكرا لكم انتم اللي كنتم متابعينا، شكرا لجمهورنا الكريم، تحيه كبيره ليه، وشكرا للتقنيين الكل الكل فردا فردا اللي حرصوا على هذه الحصة، واللي هي تشوفوها يمكن ساعتين ولا ساعتين ونص لكن تاخذ مجهود كبير برشا. شكرا لكم. تعاملوا لي هكا. ان شاء الله نتلاقاو في مواعيد قادمة
في الخير، ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، رمضانكم مبروك، ومريم بن حسين تبوسكم الناس الكل. الى اللقاء. بابا